السلام عليكم، وياكم اخوكم علي العبادي. فيديو هذا بيتكلم عن طيارة اليوشن 96، خلكم معي. تتميز هذه الطيارة الروسية بجسمها العريض وعليها 4 محركات توربينية مروحية من انتاج بيرم سولوفيف. طبعا صمموا هذه الطيارة عشان تنافس الايرباص A340، خاصة ان اليوشن 96 تقدر تنقل 300 شخص، وبلشوا بصناعتها بالثمانينات. صار تطوير على هذه الطيارة واطلقوا على الطراز الجديد منها اليوشن 96-300، تطوير اللي دخل عليها طبعا زودوها بمعدات إلكترونية للهبوط في ظروف جوية سيئة، وزادوا عليها بعد محركين توربينيين مروحيين من إنتاج برات أند ويتني. صار الاختبار للنموذج الأول سنة 1988، ودشت الخدمة بعدها بأربع سنوات عن طريق شركة إيروفولت الروسية. أما من ناحية القياسات، طول الطيارة 55 متر وارتفاعها 18 متر، مدى الجناح 58 متر. أما من ناحية الوزن والسرعة والمسافة، فوزنها فاضي 117 طن، وزنها بحمولة كاملة 216 طن. أما من ناحية السرعة، سرعة توصل إلى 850 كيلومتر بالساعة، والمسافة اللي تقصها كاملة 7500 كيلومتر. وبكذي نختم معاكم موضوع اليوشن 96، ونطرونا إن شاء الله فيديوهات ثانية، وسامحونا على الصور. مع السلامة.